ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. رمضان مبارك علينا جميعا. النهارده اول يوم رمضان في كوريا، وكان يوم الثلاث، حبيت اقضي معاكم اليوم كله، فيا رب فيديو النهارده يعجبكم. بعد ما البنات راحت الحضانه هبتدي ان انا اطلع حاجات الفطار، الا وهي حمام. النهارده هعمل حمام على الفطار. جبت حمام من مصر من سيده اسمها زينب، بتبيع اكل حلال في كوريا، فهسيب لكم اللينك بتاع صفحتها هي وحلواني كوريا في التعليق المسابقة عشان لو حبيت تشوفوه. بحط عليه معلقه خل بالليمون والميه كده، وبنقعه شويه لحد ما ينزل الزفاره بتاعته، وببتدي اشوف مهام البيت الا وهي ترتيب البيت، وبتابع اول حاجه طبعا الاخبار عشان اعرف ايه الجديد اللي موجود في كوريا، وببتدي ارتب البيت بالكامل بقى، من ترتيب العاب البنات، تنظيف الشقه، كل حاجه. وطبعا ميمي لازم يشاركني في كل شيء، هو بيبقى صديق الصدوق ليا في وقت ترتيب البيت، لان طبعا البنات يا عيني ما بتسيبوش في حاله، بتطلع عينه يا قلبي، ولكن هو مستحمل، راضي ومستحمل. المهم ان انا ببتدي ارتب كل حاجه على قد ما اقدر قبل ما البنات تيجي، وبحاول على قد ما اقدر اخلي البيت نظيف، ولكن هم طبعا البنات ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم بيجوا يبهدلوا الدنيا تاني. ناس كتير سالتني على سجاده الحروف اللغه العربيه اللي جايباها في اوضه البنات. انا جبتها بصراحه من مصر، وحلوه جدا، بتحميهم وفي نفس الوقت ما بتعملش صوت، وبتعلمهم العربي، فمفيده جدا جدا. وطبعا مش هستغنى عن فارس البيت، وهي مكنسه تنظيف البيت، بصراحه رائعه رائعه رائعه، بتنظف كل حاجه، بتطلع فوق السجاد تحت السجاد، وبيبقى ليها خطه معينه بتنظف بيها البيت عن طريق ابلكيشن على الموبايل، فبتعرف مساحه البيت وفي نفس الوقت بتنظفه، بتطلع بقى فوق السجاد زي ما انتم شايفين. يعني بصوا بجد رائعه، لو انتم تقدروا تجيبوها جيبوها، ولكن مش عارفه هل تمشي على السجاد بتاع مصر ولا لا. بعد كده ابتدي اكمل ترتيب البيت من سراير البنات، والبنات طبعا مش بتسيب الفوانيس في حالها حرفيا، يعني مبهدله الدنيا ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن، ربنا يبارك فيهم. ببتدي ان انا ارتب كل حاجه وارجع الديكور بتاع رمضان زي ما عملته في اول يوم. هل يا ترى شفتوا فيديو ديكور رمضان؟ لو شفتوه اكتبوا لي في التعليقات. وطبعا لازم كل يوم احط التمر ده، التمر ده رائع يا جماعه، بالشوكولاته وجواه تمر، بنفطر عليه لان مش بنقدر نفطر بسرعه عشان البنات، فانا وريان بنكسر فطارنا مع التمر واللبن، وبجد رائع جدا. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم رمضان في كوريا، انا خلصت حاجات كتيره في البيت، لسه في شويه حاجات كده في المطبخ، فقلت استغل الوقت عشان البنات ما يرجعوش من الحضانه، وابقى لسه ما خلصتش حاجات كتير، قلت استغل الوقت ان اروح الاول السوبر ماركت اشتري بقيه الحاجات اللي انا محتاجاها، وبعد كده ارجع البيت ابقى قاعده براحتي. يلا بينا نروح السوبر ماركت. حاليا في كوريا بقى في انفتاح كبير على المنتجات الاجنبيه، فبلاقي منتجات مصريه ومنتجات عربيه مكتوب عليها بالعربي، ومنتجات حلال كتير في السوبر ماركت، فاشتري فاصوليا، ليمون، موز، بصل. وهتلاحظوا دايما ان انا ماسكه كيسين، لان من بعد ولادي الجميله وبعد جميله بدات تاكل هي وحبيبه ما شاء الله عليهم، بدات ان انا اركز اكتر في مكونات الاكل واختار افضل حاجه، وطبعا ارجع الحاجه اللي انا مش هاخدها لمكانها صحيح عشان ما تعيطش الموظفه. جماعه انا اغرمت بالزبادي دي، رائعه رائعه رائعه، طعمها حلو جدا 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 فوق ما تتخيل. محتاجه اشتريها، مفيش حاجه تانية تقريبا محتاجه اشتريها، انا هشتري كل الحاجات دلوقتي. بقيت بعمل ايه؟ بقيت ان انا بكتب الحاجات اللي انا محتاجاها علشان ما اشتريش زياده عن اللزوم، فكده انا هشتري كل حاجه الحمد لله. ناس كتير سالتني عن نظام السلب، هل كل كوريا لازم ان انا احاسب بنفسي؟ لا، في جزء تاني مخصوص للاشخاص كبار في السن، او الاشخاص اللي عايزه تحاسب عن طريق الموظف يقدروا يحاسبوا بسهوله عن طريق الموظف، لكن انا بفضل السلف عشان بيبقى اسرع. وكمان حاليا بستغل الشنط البلاستيكيه ديت اللي هي تستخدم اكتر من مره عشان البيئه. ومش هننسى طبعا الفارس رقم 2، وهو الممسحه اللي تمسح البيت كله، وهي نفس نظام الروبوت. هبتدي ارتب الحاجات اللي انا جبتها من السوبر ماركت، وابتدي اغسل المواعين الباقيه من السحور والبيبرونات بتاعه البنات، يعني اللي هو روتين يومي العادي جدا جدا، علشان بقى استعد للفطار قبل ما البنات تيجي من الحضانه. بعد ما نظفت المطبخ ببتدي ان انا انظف الحمام، متخيلوش انا بخاف من راس الحمام قد ايه، ومن راس الحيوانات عموما ما بحبهاش، ولكن قصتها يعني الحمد لله. المهم ان انا بنظف الحمام كويس جدا، وبقطع البصل علشان هعمله على الطريقه البورسعيديه. احنا هنا في مصر عندنا بنعمل الحمام ان احنا بنحشيه فريك او روز، بس انا بصراحه حابه ان انا اعمله على طريقه بورسعيد اللي هي بالمرته، بصله مبشوره، ملح وفلفل وكمون، واقلبهم مع بعض كده، دول بصلتين. هاخد الكميه المناسبه للحمام، بس اول حاجه همسح الحمام كويس جدا وانضفه وازيل اي ميه منه،
وهبتدي بالراحه كده اعمل مساج لجلد الحمام علشان افصل بين اللحم والجلد، وخلي بالكم لانه رايق جدا زي ما انتم شايفين اتقطعت مني، ولكن الحمد لله يعني تمام شغاله. هبتدي احشي الحمام بالمرتة. انتوا طبعا ممكن تحطوا رز او فريك مع الحشوه دي، لكن انا بصراحه كنت مشتاقه جدا لاكله الطير عندنا او اكله السمانه عندنا في بورسعيد، فانا كنت حابه قوي ان انا اعملها بالطريقه دي. هحشي الحمام بالشكل دوت واحط رجله خلف خلاف يعني عكس بعض علشان اقفله كويس، وهو مجرد ما بيتحط في الميه المسام بتاعته بتقفل، فكانت بصراحه الطريقه دي حلوه جدا. وفي نفس الوقت هكتفه من ورا بالشكل دوت علشان يبقى شكل الحمام منسق كده ومرتب. علشان اعمل شوربه الحمام هحط بصل وجزر وورق لورا وحبهان وملح وفلفل، بس في الاخر ملح والفلفل، وهجيب القوانص والكبد بتاعه الحمام واقطعها واسيبها على جنب، وهبتدي اعمل حشوه الامامه، والامامه هو الجلاش. وهي هبتدي بعد ما الميه تبتدي تسخن هبتدي احط الحمام فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ما تخلوش الميه تغلي قوي وبعد كده تحط سقطوا الحمام، لا خلوها تبقى سخنه وبعد كده تسقطوا الحمام. ومعلقه سمنه هحط فيها توم، وهحط باقي البصل اللي اتبقى من حشوه الحمام عشان كده عملت بصلتين كبار، وهبتدي اقلبهم كويس. بعد ما ريحتهم تطلع هبتدي احط القلوب اول حاجه، وبعد كده الكبده. ما حطيتش انصه في حشوه الامامه المره دي علشان تبقى خفيفه عليا وعلى ريان والبنات، وهسيبهم لحد ما يستووا مع بعض، وابتدي اتاكد ان الحمام يستوي. هو الحمام ما بياخدش كتير يعني نص ساعه تلات اربع ساعه بالكتير، ما شاء الله كانت ريحته حلوه جدا. هبتدي احط ملح وفلفل واسيبهم يغلوا شويه، وبعد كده هرجع لحشوه الامامه اقطع الكبده بالشكل ده عشان ما تبقاش كبيره قوي وقت الحشوه. بعد كده معلقه سمنه فيها برده معلقه ثوم، واحط القلوب والانصه والكبده بتاعه الحمام علشان هنعمل النهارده الرز بالكبد والقوانص الخاصه بالحمام. هشوحهم مع بعض واخليهم يستوي، وهسيبهم على جنب علشان لسه هعمل الرز في الاخر في حله الرز. فبعد ما شوحتهم واستوى هحطهم في حله الرز واسيبهم على جنب خالص. اول ما الحمام يستوي لازم تشيلوه من الشوربه، عشان لو سبتوه في الشوربه هياخد ميه كتير وفي وقت القلي هيبقى مش مريح، فلازم تشيلوه وتسيبوه على جنب. وما شاء الله كان طالع جميل جدا وريحته كانت حلوه قوي. وبعد كده هنعمل الفاصوليا. حل على النار، هحط معلقه سمنه، فصين ثوم، نص بصله، وهحط الفاصوليا المجمده لان ريان بيحبها بالطريقه دي. بعد كده هحط مكعب صلصه، واحط من شوربه الحمام على الفاصوليا عشان يبقى كل الطعم من بعض، واسيبها بقى تغلي براحتها كده وتستوي براحتها. وهبتدي اعمل صينيه الامامه او الجلاش. احنا عندنا بورسعيد بنعملها بالكبد والقوانص والقلوب، انا المره دي عملتها بالقلوب والكبد. احط معلقه سمنه بالفرشه كده، ابتدي ادهن الصينيه، وبعد كده احط الجلاش، بعد كده معلقه سمنه تاني، وافضل اقرر على حسب الطبقات. مثلا انا عملت تحت 6 طبقات وفوق 6 طبقات وفي النص الحشوه. بعد ما عملت ال6 طبقات تحت هبتدي احط الحشوه زي ما انتم شايفين. بجد الريحه كانت تجنن، حرفيا كانت تجنن. بعد ما حطيت الحشوه كلها هبتدي ان انا احط الجلاش من فوق تاني، ونفس الخطوه اللي عملتها تحت. كل ما احط جلاش هبتدي ادهنها بالسمنه واحطها في الفرن. بس قبل ما احطها في الفرن لازم نعمل ايه، انا معرفش ليه الكاميرا وقفت ساعتها وقت ما كنت بعمل الجلاش، ان انا بعد ما خلصتها ببتدي ان انا اقطعه، وبجيب بيضه وحبه ملح وفلفل وكوبايه لبن، وبخلطهم على بعض وبحطهم فوق الجلاش او الامامه وبدخلهم الفرن. انا معرفش ليه الكاميرا وقفت للاسف الشديد، ولكن ده شكلها كان في الفرن. بجد كانت ريحتها تجنن وكانت طعمها يهبل 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 بجد. ودي الفاصوليا كانت قمر. انا بالنسبه لي بطبخ بالطريقه المناسبه ليا والريان علشان نقدر ناكل براحتنا، فممكن تختلف او تتفقوا معايا. بعد كده هعمل ام علي، جبتها معايا من مصر، طريقتها سهله جدا. ام علي جاهزه وكيس كريمه ولبن، وهبتدي ان انا احط ام علي بالشكل دوت في الصينيه، وهبتدي اجيب القشطه عشان اعملها، وهي بحط كوبايه لبن والقشطه وبقلبهم كويس جدا 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 في بعض، وببتدي ان انا احطهم على النار علشان يتقلوا. افضل اقلب فيها لحد ما يتقلوا، وافضل اقلب 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 لحد ما تتقل. بعد كده هجيب اللبن، كوبايتين لبن، احطهم في الميكرويف معاهم سكر واقلبهم كويس جدا، علشان لازم اللبن يبقى دافي واحنا بنعمل ام علي. فهبتدي ان انا ادفيهم في الميكرويف، بعد كده اصبهم تاني على ام علي، وابتدي اصب القشطه او الكريمه من فوق زي ما انتم شايفين كده. وهعمل ايه بقى، هزوقها بالمكسرات. هو احنا ممكن ندخلها كده بدون حاجه، بس انا بحب معاها المكسرات قوي، فدي اكياس كده بتكون فيها كميه مكسرات معقوله علشان ما نضيعش يعني المكسرات وما نستهلكش منها كتير، نستهلك كميه اللي احنا محتاجينها. بعد كده هحط زبده فوقيها بالشكل دوت، واحطها على الفرن لحد ما تستوي على درجه 180. الامامه كانت قمر وريحتها تجنن. وبقى ابتدي احضر الرز، هحط كوبايتين رز واغسلهم كويس جدا جدا. الرز ده مغسول ولكن انا بحب اغسله زياده للامان، وابتدي احطه على الكبد والقوانص اللي انا شوحتهم من شويه،
وبعد كده هحط عليهم خلطة البرياني دي من مستر شيف، بتبقى توابل كده بتدي طعم حلو جدا للرز وبيبقى لونه اصفر كده مع الخلطة والكبد والقوانص، وهبتدي برضو احط من شوربة الحمام للرز وهسيبه في حالة الرز يستوي. شفت بقى جمال ام علي وحلاوتها؟ بجد كانت رائعة وريحتها الجنة. بعد كده هبتدي اصلي واقرأ الورد بتاعي من القرآن الكريم. ختم الله على قلوبهم وسلامتهم. بحبه وانا بسبح وانا بصلي، البنات تيجي عندي ما عنديش اي مشكله عشان يشوفوني وانا بصلي، عشان يعرفوا ان احنا مسلمين ويتعودوا على الصلاه وما تبقاش بالنسبه لهم حاجه غريبه، وفي نفس الوقت لما يشوفوا بابا وماما بيصلوا تبقى حاجه كويسه يتعلموا هم من نفسهم. وبسيبهم يلعبوا بالسبحه بتاعتي، بس بخاف يقطعوا السبحه ديت لانها غاليه عندي من بابا الله يرحمه، اداني هديه قبل ما يتوفى. ادعوا له بالرحمه وكل من ذهب لرحمه ربنا الواسعه قبلنا. الحمد لله على كل حال. وبعد الصلاة ببتدي ان انا اجهز بقية حاجات الفطار، واعمل الاساسي عندنا على سفرة في رمضان قمر الدين. قمر الدين ده من الحاجات الرائعة في سفرة رمضان، ببتدي اقطعه كده واحطه في مية سخنة وهبتدي اقلي الحمام. انت ممكن تقلوا الحمام او تشوه، انا اديته بس كده تقليبة في الزيت بمعلقة سمنة وبعد كده دخلته الفرن. وببتدي بقى اعمل الملوخية. في ناس تختلف او تتفق معايا في الطريقة دي، ولكن الطريقة دي مريحة بالنسبة لي وبحبها جدا جدا بالطريقة دي، وكمان ريان بيحبها بالطريقة دي. والملوخية بتغلي، هبتدي احط معلقة سمنة والثوم وبعد كده كمون وكزبرة وحبة ملح، واول ما ريحتهم تطلع هبتدي احطهم على الملوخية، وهي دي طشة الملوخية بتاعتي اللي انا بحبها وريان بيحبها جدا. وهطلع الحمام من الزيت وابتدي احطه في الفرن عشان ياخد شكل كده ولون برضو ذهبي، وهبتدي ان انا احضر بقية مشروب قمر الدين واللي هو اساسي عندي في رمضان. رمضان يعني قمر الدين بالنسبه لي، اول يوم لازم اشرب قمر الدين ولازم اكل امامه على السفره زي ما ماما متعوده لنا دايما. بنبتدي ان احنا ناكل البنات الاول لانهم ما يقدروش ينتظروا لحد الفطار، وبنفطر احنا على تمر ولبن نكسر صيامنا. وبعد كده ببتدي احضر الفطار اول ما البنات يبتدوا يلعبوا. بصراحه كانت ريحه الاكل تجنن في كل حاجه وطعمه كان يجنن، ما تتخيلوش كنت سعيده قد ايه وانا بحضر كده سفره الفطار واحط الملوخيه والحمام. وبفتكر ايام زمان كده ماما كانت تعمل لنا البطه والامامه وخليج البطاطس والملوخيه، فانا دايما بحب اعمل الجو الرمضاني دوت وجو الاسره المصريه دايما في كوريا. ودوت كان فطار النهارده ملوخيه وحمام وامامه وفاصوليا ورز بالكبد والقوانص. ممكن لو الرز معجن شويه لكن دي الطريقه اللي احنا بنحبها. بسم الله 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 처음 먹는 맛인데? 에이. 그러니까 저 제가 저번에 유리 이거 해줬을 거야. 근데 이 맛은 아니었어. 진짜? 어. 그럼 지난번에 맛이 없었어? 그때도 맛있었지. 지금 더 맛있는데? 진짜 엄청 좋았잖아. 너무 맛있는데 이거? 응. 아까 유리한테 힘이 가잖아. 맛 못 먹잖아. 근데 음식 대박. 나는 원래 비둘기는 살 안에 들어가야 되거든. 근데 내가
한 분이라도 만든 적이 없어가지고 쌀로 그래서 포토사이드 쌀을 만들었어. 그래서 원래 이거 동통 넣어야 되는데 쌀 안 넣고 양파만 넣으니까 이렇게 뭐지 작아졌나 봐. 이게 비둘기 다리네. 닭다리처럼. 스밀라. 살이 없어. 살이 없어. 여기 가슴 있어. 가슴 있어. 근데 맛이 어때? 왜? 엄청 작은 치킨 먹는 느낌? 엄청 작은 치킨. 당근 과자 따졌어요. 당근. 신기한 맛이 나. 그래요? 맛있다. 고마워 자기야. بعد الفطار انا وريان بنبتدي ننظف المطبخ سوا وبنشوف اللي ورانا ونصلي وبعد كده بقى بنستعد للحلو اللي هو ام علي وكانت جميله جدا جدا كانت ملززه كده رائعه رائعه رائعه. حلو. اشتكي توني تونا عندي 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 ما تخيلوش انا كنت سعيدة ازاي باول يوم رمضان دوت واحنا بناكل الاكل وعايشين اجواء رمضان. اكيد في مصر حاجة تانية واحلى ولكن انا بحب دايما اعمل الجو رمضان لاسرتي وبحب احسهم بكل شيء ويعيشوا معايا اجواء رمضان زي ما انا عشتها. ودوت كان فيديو النهاردة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. صوما مقبولا وافطارا شهيا. كل سنة وانتم طيبين. انيام.